مشاهدينا الكرام، معنا من العاصمة الأردنية عمان حسين العليان، كاتب والباحث السياسي، مرحبا بك. إذا معهد واشنطن للدراسات أكد في تقرير تضخم الميليشيات في العراق واتباعها سياسة مستقلة تسخر بها من الحكومة. ألم تكن الأحزاب نفسها المشاركة في العملية السياسية هي من أوصلت الأمور إلى هذا الواقع الخطير؟ يسعد مساكم ومساء مشاهديكم قناتكم الكريمة. حياك الله. الحقيقة يعني الميليشيات هي تضخمت بفعل الإرادة الأمريكية وليس بفعل الإرادة الإيرانية فحسب. يعني ألم تكن الميليشيات تقاتل إلى جانب القوات الأمريكية فيما سمي بالحرب على داعش؟ ألم تقاتل الميليشيات واجتاحت كل المدن على مرأى ومسمع الأمريكان؟ الأمريكان ناس براغماتيين، يعني بس تنتهي مصلحتهم من أي حد ممكن يتنازلوا عنه أو يدخلوا في خصومه، هم اليوم حلفاء أو بكرة يعني أعداء. المشكلة في العراق اليوم هم من ركب هذا النظام السياسي اللي أنتج أو أوصل العراق إلى ما أوصل إليه. العملية السياسية اللي في العراق من الذي رعاها؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية؟ من الذي أقام نظام المحافظة؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية؟ أليست هي التي أسست مجلس الحكومة؟ وعلى مرأى من الولايات المتحدة دخلت بدر وميليشياتها للعراق؟ يعني أعتقد أن الأمريكان كذابين يعني ومنافقين ولا يعنيهم العراق في شيء. نعم. يعنيهم أن أجنداتهم تمشي وأجنداهم ومصالحهم ماشي ليس إلا على حساب من ليس مهم. طيب، أمام هذه القوى المتضخمة أستاذ حسين للميليشيات وتحسس حكومة عبد المهدي من خطرها، ما الذي يمنعها من تطبيق قرارها بشكل عملي لإعادة هيكلتها ودمجها بالقوات الحكومية وحل هيئة الحشد؟ ألم يعلن رئيس الوزراء عبد المهدي نعم دمج الميليشيات بالقوات المسلحة، دمج الحشد بأجهزة الدولة و إلقاء أعلامهم وشعاراتهم وسياراتهم وملابسهم وعطلاتها بالجيش؟ من الذي استجاب لعادل عبد المهدي؟ هل وجد قرار عادل عبد المهدي الرئاسي طريقه للتنفيذ؟ اليوم العراق كما ذكرنا في كل حواراتنا السابقة، اليوم العراق ليس بدولة. اليوم العراق كردستان تقرر ما تريد، الميليشيات تقرر ما تريد، والحكومة المركزية في بغداد أنجزت ما عليها من مهمات، أفلست العراق وبددت أمواله خلال ملهات ما يسمى بالوزارات وتداول السلطة في مدار ثلاث وزارات أو أربع وزارات من المالك إلى البادي إلى عبد المهدي. والأمريكان راضين أن هناك ديمقراطية في العراق وتداول سلمي للسلطة وأن هناك برلمان يقرر. نعم. يعني هناك أكذوبة أن هناك بلد اسمه العراق اليوم. العراق بلد اسما من غير مسمى. نعم. هذه القوة السياسية للميليشيات توازيها قوة اقتصادية داخلية وخارجية، كيف استطاعت الهروب من العقوبات الأمريكية؟ هل تعتقد أنها كانت بالمستوى المطلوب؟ يعني أنت تعتقد أنه يعني من الذي بدد الأموال عبر ما يسمى بتعويم العملة؟ اللي مزاد البنك المركزي اللي سمي بتعويم العملة العراقية أو بمعنى تحرير العملة العراقية من السلطة المركزية وبيعها في السوق، اللي استولى على هاي الأموال هم نفس الميليشيات ونفس الأحزاب الفاسدة تداولت أموال العراق. يعني كل يوم البنك المركزي بيبيع 100-130 مليون دولار للبنوك الأهلية. من هي البنوك الأهلية؟ من الذي استولى على كل هذه على مدار 15 سنة أو أكثر من 15 عاما من أيام البرايمر وانت جاي؟ حرر العملة وأعطاهم الفلوس. هم بددوا فلوس العراق لتضخيم هذه الميليشيات وهذه الأوضاع من الانفلات وهذه السرقات. يعني اليوم جايين يعتبوا على الميليشيات. طيب، عدم تطبيق الحكومة العراقية لعقوبات أمريكية ضد المتعاملين مع إيران إلى ماذا سيجر البلاد؟ هل سيقودها لمواجهة عسكرية أو تحول العراق لساحة حرب بالوكالة؟ هو هذا دائما ما يجري اليوم. يعني هو فعليا أنه الحرب في العراق سيكون العراق مجددا وقود لحرب بالوكالة. كان العراق على مدار المرحلة السابقة كنا نخوض حرب
يعني بالوكاله ودافعنا عن العراق في حرب، احنا والايرانيين دخلنا حرب 8 سنوات استهلكنا نفسنا، كانت حرب بدعم وتمويل من اللوب الاسرائيلي والولايات المتحده ودول الخليج الراهنه التي ايضا فيما بعد اوقعت العراق ودمرته. نعم. اليوم حرب الوكاله راح تصير اخطر، لانه راح تصير حرب الوكاله على مستوى الناس وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى المجتمع، وهون المشكله الحقيقيه. اليوم منقسمين بين من سيدافع عن ايران ومن يود ان يكون ينأى بنفسه على الحياد. هناك قوة فاعلة ستفرض المعركة سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الميليشيات أو إيران. نعم. سيكون العراق ساحة شئنا أما بينا، وليست هناك قوة حقيقية تستطيع أن تحيد العراق عن هذه المعركة، سواء شاءت أمريكا. نعم. أو شاءت إيران أو شاءت كليهما. إذن يعني في الخلاصة، كيف في ظل غياب دولة وحضور الميليشيات، كيف السبيل أمام العراقيين للخلاص؟ والله بس معجزة من رب العالمين. نعم، شكرا. نعم، سيما وأن إرادتهم غير موحدة لا زالت. نعم، من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.